الركن الأول من أركان الإسلام. إنسي مارن أسكال إسلامين أسكال إسا أون إسلام الشهادتان أون كاكسي توريستوستا. ما معنى لا إله إلا الله؟ متى تركت لا إله إلا الله؟ يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. كوكان أيلا بالضمسن أرضين باتي الله سبحانه وتعالى. كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. كايكيميكا بالوطن يوكا يقولوا الله لا نيسون باطل سي هيوكسوتا. كل ما عبد من دون الله انا اكفر بكل ما عبد من دون الله. كايكي بالو من المنكمينتين يوكا يقولوا الله لا من سطليبا اسكوبا نسمو كان. اثبت العباده لله وحده لا شريك له. من اتوريستا باين بالو مسن الله اللي سبحانه وتعالى انكا رنا استكتان هم رنا. لا اله الا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين على ركنين. لا إله إلا الله سيسو قهر الله يرى الله. الركن الأول إنسي ماني يلقى أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. من الطريستان إتا قايك أي طالبو مسيدو تكايف تقولوا الله لني من الطريستان هيستا. العمود الثاني يطوين يلقى أن أثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. قايك أيكا طالبو من الطريستان سير الله الله. وشهادة أن محمدا عبد رسوله معناها يا أشهد يا شهاء يا تمطرست من التأيو كده موت بروفيتكم يعني بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد يا تمين بروفيت عليه الصلاة والسلام أن إتس بالفليا يهنت أي بالف الله ورسول لا يكذب يا بروفيت أي كوس كان الله تله لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به يا مين أن تطعت بروفيت تقايك سمتها كاسك ميتة ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به ولا نكذب يا طريستم ما يوسكم مكايك ميتها نكرتم كرتم من أي مك ما له تلسيده ونبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا بس مكايك استكاوكنا من كان صلوا من بس كان يستكاو ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في الدين يا سورة ما هنت أي مك تو ميتها أوسيتها نوسكم تون